نرجع تاني مع محمود عبد المنعم كهربا اللي تألق السنة دي في الدوري السويسري مع فريق لوزيرن، ولكن بعض المشاكل كده اللي هنتكلم فيها مع كهربا هي اللي خلت يعني يفسخ عقده أو ما يكملش عقده مع فريق لوزيرن. ازيك كهربا؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الدنيا برد في سويسرا ولا إيه النظام؟ الدنيا برد بس بقت صيفي. ظبطت شوية. يعني عايزين نتكلم، الناس كلها اتصدمنا أو فوجئنا كده في صحينا الصبح كهربا فسخ عقده مع لوزيرن. عايزك انت تحكي لي التفاصيل بالظبط، وفي نفس الوقت انا عندي بعض المعلومات النهارده يعني عرفتها من بعض الاشخاص في سويسرا هنقولها مع بعض، بس تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. طبعا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو اللي حصل كله ان انا من شهر بدات ان انا الانديه بدات تتكلم معايا شخصيا، تتكلم معايا ان انا عايزيني، وفي انديه كانت كويسه، فانا رحت يعني شفافيه، يعني انا عندي شفافيه زياده لان هناك في سويسرا ما فيش لف ولا دوران، في يعني بجد كله جد. فرحت قعدت مع مدير الكوره قلت له ان انا دلوقتي ان انا اخر السنه همشي هروح نادي افضل، لان شايف فرصتي ان انا عايز العب تشامبيونز ليج او يورو ليج، فانا مش شايف فرصتي ان انا ممكن اكمل هنا اكتر من السنه دي. لوزيرن مش بينافسه دايما، مش بينافسه بعيد عن الاول والثاني الخامس السادس، يعني هم كانوا في الدور الاولاني فرق نقطه عن بازل، دلوقتي بقى في المركز السادس فبعيد تمام. فقلت له انا شايف يعني عندي فرصه ان انا والانديه هتبدا تيجي تتفرج عليا الايام الجايه. فقال لي خلاص ماشي، واي حاجه كلمني والكلام ده كله، فهو عارف كل حاجه. وقعدت معاه وقلت له حتى ما يعني هو المفروض لو حول 700,000 يورو لامبي هبقى انا 3 سنين معاه. ما هو دي انا عايز افهم الناس ان انت يعني خلال اليومين ثلاثه اللي كانوا جايين دول كان المفروض نادي لوزيرن يحول 700,000 يورو لنادي امبي، وكده يبقى اشتراك بشكل نهائي. اشتراني هم كده كده احنا ماضيين على كل حاجه من السنه اللي فاتت. اللي انت ليهم اولويه البيع. هم اللي في ايدهم كل حاجه. انا مش اولويه الشراء مش ما اقدرش اتكلم ولا النادي بتاع امبي يقدر يتكلم، ماضيين على كل حاجه، هم هيبعتوا الفلوس يبقى انا كده محققهم 3 سنين. خلاص. فهم بداوا اللي هم يضغطوا عليا ان انا عايزين ان انا اقعد تاني لحد سنه تانيه ولا حاجه عشان يستفادوا مني. ده بعد كلامك مع المدير الكوره. بعد كلامي بقى بداوا ان هم ما بيلعبنيش، ضغط عليا يعني المفروض في ماتشات جامده قبل نهائي الكاس المفروض ان انا العبه امام بازل، انتوا لعبتوا المفروض ان انا العبه عشان يعني اخر ماتشات انا كنت بكسبه في اخر دقايق والكلام ده كله، المفروض ان انا العبه. فطبعا الجماهير طبعا مستاء هناك وزعلانه ازاي ما تلعبوش واحنا يعني عايزينه في الماتشات ديت. فبدا مدير الكوره يضغط على مدير الفني ان انا ما العبش، فقعدني عشان مدير الكوره كان عارف ان في انديه بتتفرج عليا فوق في الفي اي بي، طبعا مندوبين بيبعتوا مندوبينهم بيتفرجوا عليا على كل حاجه في الملعب. فبدا بقى بعد الماتش دوت بدا بقى بينه بقى ان انا اتكلمت معاه. فقلت له انت دلوقتي انا راجل كنت ماشي بشكل كويس ومفيش اي مشاكل ولا مع لعيبه ولا مع جهاز فني ولا اي حاجه وما بلعبش. انا مش هينفع اروح اتكلم مع المدير الفني لان انت في ايديك كل حاجه. انا كلمته كده بصراحه. فقال لي ازاي بتكلمني كده ومش عارف ايه وما تتكلمش معايا كده. المعامله اتغيرت بعد لما كنت قاعد معاه من الاول وانت قاعد معايا مبسوط وبيضحك وهزاره، بعد ما بيتكلم معايا بمعامله عشان حس خلاص انت عايز تمشي طريقه ثانيه خالص، تخلع بلغه الكوره. عايز يتكلم معايا بطريقه خالص بطريقه ثانيه. فانا اتكلمت معاه فقلت له طب دلوقتي طب انا موقفي ايه؟ ان انا مش هينفع ان انا استحمل ان انا هقعد الماتشات اللي باقيه. انا عايز ان انا عايز اشوف مستقبلي، انا عايز اشوف حلمي، عايز احقق حلمي. انت ما تاجرش بيا، هو كان عايز ان هو يتاجر بيا. فبدات ان انا يعني كان يوم الخميس اجازه، يوم الجمعه عملنا اجتماع انا وهو كان رئيس النادي، قعدنا مع بعض اتكلمنا ايه اللي يرضيني ايه اللي يرضيك، خلصنا يعني كل حاجه خلصناها مع بعضينا ان انا مش ان انا لو بالمنظر ده هتفضل تضغط عليا ان انا مش عايز امشي، يبقى انا كده همشي من دلوقتي عشان مش قادر استحمل. لان هو كان عايز يعمل ايه يا كابتن؟ ان هو هيقعدني الماتشات اللي باقي فاضل لنا 6 ماتشات هيقعدني وما العبش عشان بحيث ان الانديه اللي تيجي تتفرج عليا خلاص ما بلعبش فمش هياخدوني اوريدي، يا اما هرجع انبي يا اما هفضل فين؟ في لوزيرن. في لوزيرن، فانا اكيد هختار لوزيرن لان انا عايز اقعد عايز تلعب في الاحتراف. فهو كان عايز يعمل كده. فقلت له لا انا يعني هو بمعنى صح اللي هو مش عايز دلوقتي، انا هجيب لي 1.5 مليون يورو اخر السنه يبيعني واستفاد مني؟ لا ده هو عايز مثلا اعلى من الفلوس دي بكتير.
يعني هو بقى اللي هو عايز يعدي سنه ثاني هيدفع فيك 700,000 ودافع فيك السنه الاعاره فعايز يلم الفلوس دي ويكسب بزياده عايز يستثمر فيه عايز فانا طبعا ده طبيعي في اوروبا خلي بالك انا عارف ان هو بس المشكله ان انا طب انا قدامي حاجات ثانيه وافضل فان انا عايز بقى عايز احقق حلم عايز اشوف مستقبلي فان احنا بالتراضي فحتى في ورقه جابها لي ان احنا نفسخ العقد بالتراضي فكان كاتب في الورقه ايه بقى عشان يسوق يعني يسوق سمعتي خالص راح كاتب في الورق سوء سلوك سوء سلوك قلت له لا انت كل ده هتشيله وهكتب الورق اللي انا عاوزها وهتمضي عليها ونخلص كل حاجه قال لي لا قلت له لا ما احنا خلاص انا همشي بكره خلصنا كل حاجه ومضينا وكتبت كل حاجه الحمد لله ان الورق دي معايا وهم معاهم ورقه وكل حاجه بحيث برضو ان ما فيش ولا في مشاكل ولا في سوء سلوك هو راح للمدير الفني قال له ما تلعبش كهربا لا راح قال له اطلع قول ان كهربا كان بيعمل مشاكل مع اللعيبه ومعايا وانا ولا بقى انا لو كنت بعمل مشاكل يا كابتن طب الصحافه السويسريه كتبت ايه عن القصه دي؟ ما مش عارف انت لعيب مهم في لوزان مش عارفين السبب الرئيسي ما عارفينش السبب الرئيسي اللي بيني وبين مدير الكوره انا في مشاكل بيني وبينه لكن ما فيش مشاكل بيني وبين رئيس النادي وبين ولا المدير الفني ولا اللعيبه فانا طبعا اتكلمت هناك ان انا شكرت الجماهير لان هم وقفوا معايا كويس واللعيبه طبعا وشكرت الجهاز الفني يعني المدير الفني اللي طلع قال عليا كده شكرت طبعا يعني انا ما اعرفش ازاي هو قال عليا كده فبدا ان هو مدير الكوره عايز يسوق سمعتي بحيث ان الانديه اللي هتيجي تاخدني ما لا ده بيعمل مشاكل والكلام ده كله فانا الحمد لله وضحت الحقيقه هناك برده وانا مع حضرتك طبعا بوضح برضه الحقيقه عشان الناس اللي في مصر ان هي اول ما تتفسخ العقد هنا نزل بقى لقيت سوق سلوك سوق سلوك ما هما هنا في مصر كله بس عمل ايه لا الحمد يعني لله والله الحمد لله لا مزبطة. الحمد لله هو هنا في مصر كل واحد عايز بيتخيل على مزاجه عايز يقول اللي على مزاجه يعني هتلاقي واحد مثلا يقول لك لا ده مش عارف ده اتخانق على مدرب واحد ثاني هيقول لك مش عارف عمل ايه هو في مصر كده هيقول لك بنات شرب حاجه لا الحمد لله مالناش في الحاجات دي والله كده مع ان البنات هناك في اوروبا ما فيهاش سوق سلوك ده العادي يعني صح بس انا والله يعني طول كنت يعني ملتزم بالصلاه والقران الحمد لله يعني عشان كده ربنا كان موفقني الحمد لله بس فبدانا اللي هو مدير الفني يقول كده عليا طب حتى انا استغربت يعني انا لو كنت بعمل مشاكل مع لعيبه او جهاز فني يعني في اوروبا في استبعاد مش زي مصر مثلا لو حد عمل مشاكل ولا حاجه لا في طرديه لا هناك في استبعاد انا ما استبعدتش من ولا ماتش كده يعني ما استبعدنيش ولا حتى جه يتكلم ولا قبل ده هو قال الكلام ده كله دلوقتي طب مش معنى دلوقتي جاي تقول الكلام ده كله بس بضغط من مدير الكره ان هو قال للمدير الفني قال له كده كده طيب انا عرفت العروض خلي بالك مش منك عرفتها من حد تاني ومش هقول لك مين الفرق اللي بتكلمك يعني في المانيا في هيرتا برلين وفرقه كويسه في المانيا في ايطاليا ما فيش حاجه رسمي كله كلام وكلاء سامع ان بازل برضو وجراس هوبرز اعتقد في سويسرا الناديين الكبار بيتكلموا عن كهربا فانت وجهه نظرك ايه او انت الحته اللي انت يعني الواحد لما بيكون لعيب وصغير زيك وعنده عروض قدامه في اكتر من بلد بيبقى في حته بيحبها نفسه يلعب في الدوري الالماني الدوري الايطالي يرجع تاني الدوري السويسري ولكن فرقه اكبر فانت شايف ايه الفتره اللي جايه او عايز تلعب فين يا كهربا طبعا لا في او الانسب ليك عشان ما احرجكش في طبعا حاجات تانية غير اللي انت قلتها دي انا ما اعرفش حد انا عرفت هو حد ولا هو بيرقصني لا في حاجات تانية طبعا بس مش هقول لك كل حاجه طب فين يعني ما تقولش انديه ما تقولش اسماء انديه لكن لو عايز تقول دوريات مثلا يعني فين في تركيا برضه في تركيا في اسبانيا في البرتغال واسبانيا بس في بقى في فرنسا كده يعني لسه في كلام كده طب كويس اسبانيا انديه دوري ممتاز دوري ممتاز طب كويس والبرتغال برضو فرق البرتغال احنا عندنا لعيبه كتير في البرتغال كده انت شايف الدوري الانسب ليك او اللي انت حابب او انت مستواك ينفع تلعب فيه ايه طبعا انا كنت انا حضرتك عايز العب في نادي طبعا ان شاء الله يعني طبعا كل ده بايد ربنا طبعا الرزق بيجي من عند ربنا طبعا. فطبعا انا نفسي العب في نادي ان هو يكون بيلعب دوري ابطال اوروبا بيلعب يورو ليج انا نفسي ان انا وعندك عروض انديه يعني بتلعب يورو ليج او هتلعب السنه الجايه دوري ابطال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ريت نتفرج عليك بس دوري ابطال ده اللي نفسي فيه طب ما تقول لنا واحده كده عشان الناس اللي قاعده تتفرج المشاهدين دول والله عايزين يطمنوا على كهربا ما انت عارف ان الحاجات دي بتبقى يعني سيكريت شويه يعني كتير فمش هينفع اقولها دي على الناس انت عارف عشان ما تبص ما الحاجات دي بتبص في الحاجات دي طب شايف انت الدوري اللي انت مرتاح له او اللي انت شايف ان انت ممكن تتالق فيه ايه والله هو يعني حضرتك انت عارف هو كذا الدوريات كلها طبعا انا يعني انا مبسوط ان انا اللي في اسباني انا عاوز النادي اللي حضرتك زي ما قلت حضرتك ان هو بيلعب دوري ابطال اوروبا فطبعا الانسب ليا في كل حاجه انا عايز يا كابتن انا عندي دلوقتي يعني كمان 9 ايام هتم 20 سنه فانا عايز ان انا العب يعني حتى لما بتكلم ما بتكلم مش عايز فلوس انا كابتن عايز العب ده اللي انا عايزه ده بيتك في لوزيرن ولا ايه لا ده مطعم بروح اكل فيه مطعم ده بتاكل فيه طب مطعم ايه بقى؟
مطعم الباني، فبناكل اسلامي يعني. بناكل اكل حلال يعني. لا هو بيبيع اكل كده وكده، بس انا على طول بروح اكل اكل حلال. ما جبتليش التيشيرت الاصفر يا كهربا. انا والله انت عارف المشكله، انا فسخت العقد، ممكن اسافر وهجيبه لك ما تقلقش. انا كده كده يعني ان شاء الله. والله دي المشكله لما جت والله ما حصل، انت عارف يعني. يعني برضو عايز اكلمك في نقطه منتخب مصر. يمكن يعني كابتن شوقي غريب امبارح صرح في احد البرامج ان هو يعني حسيت ان كابتن شوقي مش عارف الملابسات قوي بالنسبه لك، وكابتن شوقي طبعا الفتره فاتت ما استدعكش، وانت كنت يعني دايما بتكلمني في التليفون تقول انا ماشي كويس جدا في لوزيرن. هل عملت لك زعل شويه او صدمه ان انت ما تستدعاش لمنتخب مصر؟ طبعا لا، انا طبعا اي لعيب في الدنيا ما بيجيش من منتخب بلده بيزعل، فانا طبعا زعلت، بس طبعا دي وجهه نظر الكابتن شوقي غريب طبعا، وانا احترمه في وجهه نظره، وانا جاهز في اي وقت تحت بس عمره. اعتقد انت الشهرين الجايين دول مش يعني مش هتلعب في حته، فما صعب ان انت تنضم للمنتخب. ما صح، ما انا يعني هو كل حاجه برده بيد ربنا زي ما قلت لك، فهو استدعاني ما استدعانيش انا جاهز. انا ان شاء الله هنزل اروح اتمرن مع فرقتي ام بي، هتمرن معاه عشان ابقى جاهز برده حتى لما اجي اروح النادي الجديد ان شاء الله ابقى نفسي وابقى جاهز للمنتخب في اي لحظه لو استدعاني. انا تحت امره. حتى الكابتن احمد حسن برده كلمني الصبح النهارده، قال لك ايه؟ اطمن عليا وعلى اخباري وكل حاجه، وحكيت له كل حاجه والصراحه هش الدبانه هش مش عارف. طب الدبانه فيها عشان بتروح على الجل، رايح على الجل. بس فحكيت له كل حاجه واتكلمت معاه، وهو بصراحه يعني هو زي اخويا الكبير بيتكلم معايا على طول، عنده خبره كبيره جدا. هو لما كنت في سويسرا بيتكلم معايا كتير جدا يعني، لان يعني كويس الجهاز متابعك يعني. لا متابعني. وكابتن احمد حسن طبعا يعني بشكره طبعا ان هو على طول بيكلمني، وقلت له كل حاجه وحكيت له، هو واقف يعني بصراحه واقف جنبي وساعدني. نصحك بايه طيب؟ هو اتكلم معايا قال لي انت كنت تكلمني، لان هو عنده خبره الاحتفاليه، فقال لي كنت تكلمني انا اقول لك تعمل ايه. قال لي، فقلت له يا كابتن انت عارف ان انا برده مش عندي الخبره اللي زي حضرتك، فكان غصب عني برده ان انا شايف مستقبلي وطموحاتي في حاجه تانية، فانا اللي افسخ عقد. قال لي لا انا مش موافقك في النقطه ديت، ان انت تفسخ عقدك دلوقتي وعشان بتسبب لك مشاكل بعدين. قلت له يا كابتن اللي ربنا عايزه هيكون. قال لي لا انا هقف جنبك وان شاء الله ساعدك وربنا يكرمك. طب فسخ العقد ده ما يعني ما اثرش عليك بشكل مش صح او مش كويس بالنسبه للانديه اللي عايزاك؟ فهمتهم انت اتفسخ عقدك ليه؟ ما بص، كل دول فهموا في حاجه تانية كابتن تشغل بالك منها، ان انا معايا ورقه فسخ العقد. انت لو جيت دلوقتي تفسخ عقد مع العين، بس بتبقى سمعه شويه، يقول لك اللعيب ده اتفسخ عقده ليه؟ ما كل وعندي عروض مثلا، فالنادي ممكن يقلق او يخاف. ما يا كابتن، ما ممكن بقى بيسالوا يا كابتن، بيسالوا ناس كتير، بيسالوا الناس اللي هناك، بيجوا يسالوني، فاهم يا كابتن؟ بيجوا كمان حتى كابتن ممكن يشوفوا الورقه، لان يا كابتن لما تيجي تفسخ مع لعيب عقد بتكتب في الورقه كل حاجه حصلت. انت مش بتفسخ معاه كده مثلا، يعني بتكتب اي حاجه وخلاص. حتى كابتن يعني اليوم اللي انا كنت ماشي فيه الجماهير كان بيتكلمني، وفي الشارع لما بيقابلوني بيحبوك هناك قوي يا كابتن، قوي زعلانين جدا على طول، يقولوا لي احنا خلاص هنخسر، ما فيش حد هيجيب لنا جوان. على طول يعملوا لي كده والله. انا يعني اليوم الوحيد اللي انا حسيت ان انا مشهور قوي فيه هناك يا كابتن، اليوم اللي انا وانا ماشي فيه كان الناس زعلانة. لما كنت بكسبهم وبجيب اجوان ما بقاش مشهور زي اليوم اللي انا كنت ماشي فيه. الناس كانوا زعلانين، حتى بيسالوا اللعيبه وال ايه اللي حصل؟ والمدربين، حتى الاداري بتاع الفريق وصلني على طول المطار، بيوصلني ويجيبني، فهو وصلني فكان زعلان، حسيت ان هو والله العظيم عايز يعيط، راجل كبير، حسيت ان انا عايز اعيط. قال لي الناس مش سايباني، كل شويه يكلموني ويقابلوني، كهربا ازاي مشي؟ طب احكي لنا ايه اللي حصل؟ بس يعني طبعا بشكرهم وبشكر الناس كلها، ودي كانت تجربه ليا يعني كويسه، فيها بعض السلبيات، لكن طبعا الواحد كل واحد بيتعلم. اكيد فلسه قدامي العمر طويل، لسه عندي 20 سنه، فربنا يكرم. طيب قول لي، قعدت مع المسؤولين في نادي امبي، اتكلمت عن المرحله الجايه، امبي طالب ايه عشان يبيعك؟ ممكن يجي لك عرض امبي ما يوافقش. وان شاء الله بكره اقعد مع استاذ ماجد نجاتي، طبعا رئيس النادي طبعا، وبارك له طبعا ان هو بقى رجع رئيس النادي، واقعد معاه ان شاء الله بكره، وانت طبعا تحت امر امبي طبعا، انت عارف ده بيتي في الاول والاخر، وانا اتمنى ان هم يطلعوا طبعا من الازمه اللي هم فيها بمروا بيها الماتشات دي، فنفسي ان شاء الله يعني يطلعوا منها وربنا يكرمهم. يعني مفيش مشكله في امبي ان شاء الله؟ لا مفيش مشكله. ده بيتي طبعا. اطلبوا مبلغ معين، الانديه اللي جايه هتدفعوا، مفيش مشكله ان شاء الله باذن الله. هيبقى بيع وشراء بقى. لا ان شاء الله بيع وشراء باذن الله. طب بتتابع امبي في ماتشات الدوري وانت في سويسرا ولا كان لا يعني بتابع مش قوي؟ لا بتابع كده. بتابع طبعا، كلهم زمايلي طبعا واخواتي، على طول بكلمهم بطمن عليهم بشوف الماتشات بس، فطبعا واحد زعلان على النتائج دي، بس ان شاء الله يعني يمروا بيها سريعا باذن الله. في حد من مصر فوضك كهربا؟ يعني الفترة اللي فاتت طبعا انت تألقت في سويسرا ولفت الانتباه، ممكن تلاقي الاهلي عايزك، الزمالك عايزك، حد كلمك من مصر ولا ما فيش كلام؟ حاجة رسمي انا بسمع، بس حاجة رسمي لا. يعني انت بتضحك ليه طيب؟ يبقى في حاجة.
لا حاجه بتسمع رسمي. ايه طيب؟ بسمع في مش عارف اهلي عاوزني، ناس بتتكلم معايا، ناس من داخل النادي بيتكلموا، الاهلي عاوزك وبيتكلموا، بسمع بس فاهم، لكن مفيش حاجه رسمي طبعا. بس طبعا انا يعني حلمي طبعا ان انا اكمل في اوروبا. عايز تلعب ده طموحي طبعا من صغري والله، يعني وانا صغير كده كنت بلعب في الشارع، عايز العب في اوروبا، عايز يعني كنت بتخيل كده قبل ما انام ان انا اكون في اوروبا. ربنا يا رب بس حافظ عليها، خلي ان بالك. شاء الله. يعني ان شاء الله لازم النادي اللي انت تروح له لازم تجتهد ولازم تركز ولازم ده. وتنسى بقى قصه الفسخ، يعني مش عايزك مفيش. مش عايزك تبقى طموحاتك سريعه وكبيره قوي وتخليك تاثر على، يعني ايه انت لعبت في لوزيرن واحترفت حققت جزء من طموحك، عايز تحترف في نادي اكبر، مش عايزك تبوظ العلاقه مع لوزيرن عشان تروح، يعني ده حصل خلاص مش هنتكلم فيه، ولكن اللي جاي لازم تبقى مركز كويس عشان ما تلاقيش نفسك بتخش في مشاكل ومش قادر توصل للي انت عايزه. اكيد طبعا. لا يا كابتن انا بقول حاجه، ان انا نسيت المشاكل دي كلها، وانا اليومين اللي فاتوا انا جاي من مصر مثلا من 5 ايام، فبفكر في مستقبلي اللي جاي. انا ما بفكرش في المشاكل، انا نسيت المشاكل والله ونسيت اللي حصل وكل حاجه، فانا بشوف مستقبلي اللي انا عاوزه الايام الجايه دي. بس هو ده اللي انا ده اللي بفكر فيه دلوقتي. ما انا لسه هقعد مع رئيس النادي بكره، وان شاء الله الاسبوع ده هروح اتمرن تنزل بقى عشان ابقى جاهز ان شاء تنزل الله. مع شايف فرصه ام بي في البقاء في الدوري صعبه ولا يقدروا يعدوا، رغم ان انتوا يعني طبعا نادي ام بي افتقد لعيبه كتيره، منهم انت ومنهم صالح جمعه اللي احترف في البرتغال، وفي عبد الله جمعه كمان لاعب كويس راح المانيا، ومؤمن زكريا الزمالك، ومؤمن زكريا يعني، واحمد رؤوف السنه اللي فاتت، محمد عبد الظاهر برده بس عبد الظاهر بقى له سنتين يعني. لا ان شاء الله يعني ربنا يكرم ويكونوا في يكونوا موجودين. شايف مشكله ام بي السنه دي؟ مش عارف والله، يعني والله انا مش متابع، يعني مش متابعهم جوه طبعا، لما كنت معاهم الاول فكنت متابع كل حاجه. حد من صحابك بتكلمه ما بيتكلموش في حاجه والله، بس ما اعرفش والله ايه اللي بيحصل في النادي، فيعني اتمنى ان هم يمروا بيها سريعا ان شاء الله. طيب يعني ايه رايك بقى في مستوى المحترفين بره؟ والنهارده ما شاء الله محمد صلاح اهو يعني الهدف الثاني مع تشيلسي امام ستوك سيتي، والنهارده يعني انا اتفرجت على اجزاء صغيره من المباراه، ان كان عندنا مباراه الاسماعيلي واتحاد الشرطه، يعني شوف سايب تشيلسي وستوك سيتي وبتابع الاسماعيلي واتحاد الشرطه طبعا عشان قناه النهار، وكنا ناقلين المباراه، الفرقه معتمد على محمد صلاح. اتفرجت على الماتش النهارده؟ اتفرجت كويس. قول لي بقى يعني بالظبط ايه اللي حصل. انا اول لما عرفت ان هو هيبدا طبعا اتفرجت على طول على التلفزيون، لان ده اخويا طبعا واتمنى له التوفيق. فاول لما لعب انا شايف ان هو اول الماتش حاسس ان هو مش يعني مش موجود، تايه. اول الماتش فقلت لا هو ان شاء الله ربنا يكرمه دلوقتي بجون، عشان انا عارفه ان هو ربنا الكوره بتحبه. فقلت الحمد لله جاب جون وصنع، جاب بنالتي. بنالتي هو اللي احنا شفناه، وباص بباص ل ويليان جابوا جون الجول الثالث. الجون الثالث يعني عمل كل حاجه في الكوره، لان هو تشيلسي عايزه لعيب زي صلاح بالظبط، بس هو كان ايه يعني الحمد لله دلوقتي بقى خلاص اللي هو بقى خلاص. واقف على ارض صلبه في تشيلسي. لكن خلي بالك لسه بدري. ما هو لسه بدري كده. لكن لو يلعب ماتشين في الدوري ويجيب جونين في الارسنال وفي ستوك سيتي ويحافظ على فريق تشيلسي في الصداره، دي حاجه كويسه جدا. حاجه كويسه طبعا. هو دلوقتي يعني هو كان مورينيو كان مستبعده تماما من السنه دي. اللي هو من دماغه، فالحمد لله ان هو ربنا كان مستبعده. يا جماعه الناس كانت مستعجله في مصر، يعني الراجل كان لسه منضم، حطه بره مرتين، بره في قايمه، مره دخله ملعبه عادي، هو ده العادي في صلاح اوروبا. صلاح كان بيحس بضغط غريب الايام اللي فاتت قبل ما يجيب جون في الارسنال. لما جاب جون في الارسنال كلمته يا كهربا؟ هو كلمني بعد المشكله على طول، يعني كلمني مثلا كتير بعد مشكلتك في الوزاره، كلم معايا كتير، ويعني هو بينصحني بحاجات كتير، وكان على طول معايا على التليفون حتى انا في السويسرا يعني. بس فلسه بقى لما خلصها بارك له على الجون ده بقى عشان ما لحقتش ابارك. والله نحاول نجيب محمد صلاح، مصطفى نوير صاحب صلاح جدا، يعني لو قدرت تجيبه لنا من انجلترا النهارده نحتفل معاه بالهدف اللي احرزه. وشايف كده ان هو ثبت نفسه في فريق تشيلسي. ان شاء الله خلاص كده. اللعيبه حتى بتلعب له على طول وبيدوروا عليه في الملعب. اللعيب المصري يا كابتن لما بيبقى في فريق الناس اللعيبه كلها بتحب تقرب منه وبيحبوه. لان احنا عندنا كاريزما اللي هي المبتسمين، اللي هو الهزار. اللعيبه في اوروبا مش جد، مش على طول لكن لما كله بقرب محمد صلاح، يعني حضرتك بقى له مثلا كام شهر كله بقرب منه. بيقول لي يعني انا سامع برضو ان هو هازارد اللاعب البلجيكي صاحبه جدا، ديفيد لويس البرازيلي يعني المدافع، دول اقرب اثنين، ويعني اللعيبه كلها بتحبه. واكيد طبعا يا كابتن انا بقول لحضرتك اللعيب المصري حتى يعني هتلاقي كل المحترفين في الانديه بتاعتهم محبوب، اللعيبه كلها محبوبين. بس فدي بتبقى حاجه كويسه يعني. متوقع مين ياخد الدوري الانجليزي السنه دي؟ تشيلسي. خلاص ناقص 6 ماتشات. تشيلسي عشان صلاح هيبقى في، خلي بالك مانشستر سيتي وليفربول عاملين شغل جامد جدا. ليفربول لسه شايف النهارده قبل هم دلوقتي تشيلسي ولا ليفربول؟ لا تشيلسي، بس ليفربول عنده ماتش بكره مع ويست هام يونايتد، يعني تشيلسي دلوقتي 72 نقطة ولعب مباراة زيادة عن ليفربول، ليفربول 71 وعنده ويست هام بكرة، لو كسب هيبقى 74، فارق نقطتين زيادة عن تشيلسي. وبرده مانشستر سيتي 70 نقطة ولعب ماتشين أقل
من تشيلسي، لو كسبهم هيعدي تشيلسي. ممكن مانشستر سيتي يخطف في الاخر. عنده فرص، عنده لعيبه جامده جدا، عنده لعيبه كويسه، عنده ماتشات اقل من بقيه الفرق. ممكن يعني ربنا. انت بتشجع ايه في انجلترا؟ مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد او الارسنال. او الارسنال السنه دي الاثنين مكومين يعني خلاص اللعيبه بقى، ما هو عاملين يعني عاملين زي برضو زي النادي الاهلي برضو في مصر، اللي هم بيجيبوا لعيبه بيجدد. مانشستر يونايتد بالذات يعني اكيد طبعا يعني مانشستر يونايتد في الضياع السنه دي. بالظبط، بس كسبوا النهارده نيوكاسل 4-0 في ملعب نيوكاسل. النني اخباره ايه في سويسرا؟ سامع ان هو في كلام في الدوري الانجليزي، اتكلمت معاه قريب؟ كان كلمت على طول معاه، بتكلم معاه على طول طبعا قبل ما انزل، قبل ما امشي على طول كلمته واتكلم معايا. قال لي والله كان زعلان جدا، قال لي والله انا زعلانك يا رب ان انت نازل اقعد لوحدي كده ومش قلت له ربنا معاك بقى اني ان شاء الله وكده تحافظ طبعا كده على اسمك هناك في سويسرا ماشي كويس وتروح ماشي بيلعب كل ماتش حتى في كسبه في اليورو ليج اخر ماتش 3-0 كانوا بيلعبوا مين؟ فالنسيا. فالنسيا الاسباني كسبوا 3-0 فحتى في ماتش بازل ولوتسيرن انا نزلت اخر 5 دقايق كنا خسرين 1-0 في الكاس ففي الاخر بقول له انت عالمي النهارده، قلت له انت عالمي كويس فضحك كده قال لي ربنا يخليك يا حود قلت له احنا في الملعب في الماتش احنا شغالين اصحاب مع بعض فقلت له وضحك قلت له ربنا معاك وانا ضحكت له وخسرانين فربنا يكرمه ان شاء الله ويقدر يروح نادي كبير باذن الله ان شاء الله. كهربا يعني برضو اكيد بتتابع الدوري المصري وشايف السنه دي الاهلي والزمالك يعني بعاد شويه عن المنافسه، الاهلي في المجموعه الاولى والزمالك في المجموعه الثانيه، فرق جديده بدات تظهر في الدوري الممتاز يعني مثلا في المجموعه الاولى سموحه والمقاولين والاتحاد السكندري هم دلوقتي المتصدرين اول 3 فرق، نفس القصه في المجموعه الثانيه بتروجيت والاسماعيلي رغم انه فريق قديم ولكن اللعيبه كلها جديده وفي برضه تجديد كبير، شايف الدوري المصري ازاي وترشح مين ياخد الدوري السنه دي؟ بص يا كابتن انا مش بتابعهم قوي بس هقول لك على حاجه ان الوقت الدوري المصري بقى كل لعبة زي بعض. الاول كان في الاهلي والزمالك والاسماعيلي، في الانديه كانت بتنزل بتبقى في لعيبه بتبقى خايفه من ده اسم الاهلي ده اسم الزمالك اسم الاسماعيلي، فطبعا دلوقتي كل لعبة زي بعض. حتى يعني شوف حركه الداخليه كسبت الداخليه لسه صاعده مثلا بقى 3 سنين و4 سنين في الدوري الممتاز يعني غلبت الاهلي رايح جاي، فدي حاجه كبيره، حاجه يعني حاجه كبيره جدا، فمفيش حد بيخاف من حد دلوقتي فكله زي بعضه، فانت اللي هتلاقيه كسب الدوري السنه دي مش هتلاقي يعني نادي مش متوقع. مش هتلاقي نادي متوقع. مش متوقع. شايف مين يعني؟ يعني دلوقتي متصدر سموحه والاتحاد والمقاولين في المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه بتروجيت والاسماعيلي وجاي من تحتيهم حرس الحدود وادي دجله والزمالك والمصري. ممكن ممكن والقناه. ممكن اسماعيلي او سموحه. او في مش عارف الجمله دي عايزه ايه. سموحه والاسماعيلي. ده اللي شايفه. سموحه والاسماعيلي الاقرب يعني الفوز بالدوري. برضه يعني عايز اتكلم في افضل لاعب في الدوري لو انت متابع الدوري المصري، معظم اللعيبه المميزه من خارج الاهلي والزمالك السنه دي. طبعا لاعب يعني متوقع اللعيب احسن لعيب في الدوري دي تبقى برضه لسه يعني لسه فاضل 6 ماتشات اللي هيقدر يعني يساعد فريقه. هي دي بتتحسب بيساعد فريقه في ماتشات كتير مش ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه. يعني دي بتحس في اوروبا ان اللعيب مثلا بيساعد فريقه كذا ماتش هو ده اللي يستحق ان هو يبقى احسن لاعب، لكن مش ماتشين ثلاثه يبقى كده خلاص خلاص كل حاجه. استفدت ماديا من تجربتك في سويسرا مع نادي لوزير؟ فلوس يعني؟ اكيد عادي ما حاجه ما تزعلش اكيد كل لعيب كوره اكيد طبعا. حسيت انت استريحت شويه ماديا وفرقت عن مصر؟ اكيد طبعا هي فرقت طبعا شويه عن مصر و شويه كتير شويه اتكسف طبعا من الحاجات دي يعني، بس هو طبعا يعني استريحت طبعا شويه الحمد لله و بس والله يعني انت عارف حضرتك انا كنت طالع يعني اوروبا مش بفكر لها في فلوس خالص. ان انا كان كل هدفي ان انا احقق طموحاتي ان انا عايز العب كل الماتشات وربنا هو ربنا اللي بيقسم الرزق. فطبعا يعني استفدت ايه ايجابي في سويسرا وخسرت ايه في سويسرا؟ طبعا استفدت حاجات كتير يعني حضرتك استفدت ان هم جهزوني صح. ان هو ان احنا كنت انا مثلا اي لعيب في اوروبا بيبقى من اول دقيقه لحد الدقيقه 90 بيبقى واقف على رجليه، احنا هنا عندنا في مصر الدقيقه 80 بتيجي مفيش لعيب بيبقى واقف على رجليه، كان هناك فيتنس هناك هو ده اهم حاجه عنده. فانا كنت طبعا الحمد لله فارق عنهم بحاجات بسيطه ان عندي موهبه قدام، فكنت يعني موهبه وسرعه فدي كانت مساعداني كتير هناك. بس لكن هم من ناحيه جهزوني طبعا هم اتعاملوا معايا بشكل
يعني كان كل اسبوع كان لازم يومين في الجيم، وكان حاجات كانوا بياخدوا دم وحاجات كانوا بيجهزوني اللي هم عايزين يعني شوف الناس مني الناس مني وجهزوني. فالحمد لله دي اللي استفدتها هناك، والحمد لله طبعا الماتشات اللي انا لعبتها كلها طبعا يعني الحمد لله كنت هداف فريقي، وكنت خامس هداف الدوري، فدي يعني حاجه كويسه ليا. وكنت على طول في التشكيل الاسبوعي على طول، فالحمد لله يعني ديت هتساعدني. اوعى تكون اتنكت على اهلك في مصر القديمه. ما اقدرش سويسرا ولا الجنيه الازرق، مصر القديمه دي مصر تاجيت شفت مصر القديمه ده كلهم اهلي يعني مش مش اهلي بس كل الناس بيتابعوك هناك في سويسرا على طول بيكلموني على طول بيكلموني على طول انا مصر القديمه يعني ده بيتي طبعا ما اقدرش اتنك على حد خالص. هو كل يعني والله العظيم اقول لحضرتك على حاجه، انا كل فلوسي يعني من صغري هو لاهلي. انا مش عايز حاجه من الدنيا، انا عايز اهم حاجه رضا اهلي بابا وماما واخويا واختي واهلي اللي قريبين مننا وكله خلاص. مستر فيرا كفايه تمام الحمد لله. كان زعلان شويه بس لما حكيت له كل حاجه قال الحمد لله. بص اول لما دخلت قال لي انت مش رجعت لي سليم؟ مستر فيرا خلي بالك والد كهرباء عشان الناس اللي مش عارفه شبه مستر فيرا بالظبط اللي كان ماسك نادي الزمالك. قال لي انت مش اهم حاجه رجعت لي سليم؟ قلت له الحمد لله. قال لي خلاص مش عايز حاجه من الدنيا، اهم حاجه كنت سليم. وبعد كده ربنا طبعا نفسه تلعب فين الموسم اللي جاي؟ على طول يقول لي عايزك تلعب في المانيا واسبانيا. في المانيا واسبانيا قال لي نفسي ان انت. طب اوعده بقى قول لي اقول له بقى انا يعني الفتره الجايه عشان ما بقاش زعلان. لا ما طبعا الحمد لله دلوقتي مش زعلانين، وبوعدهم طبعا ان انا ان شاء الله الفتره الجايه دي ان شاء الله يعني احقق طموحاتي وطموحاتكم طبعا، والعب في نادي يعني اشرفكم ان شاء الله. عايز تقول حاجه قبل ما تسيبك؟ انا عايز اقول حاجتين بس للناس في مصر كلها، لو اي حد زعلان مني ما يزعلش، انا وضحت الصراحه وكلمت في كل حاجه، ومش واي حد سمع اي حاجه تاني سوء سلوك الكلام ده كله يعني انا مش بتاع مشاكل، وحتى عمري ما عملت مشكله في مصر، ومش عايز حد يزعل مني، وعشان انا كنت بلعب باسم مصر طبعا بره ودي سمعه مصر، فانا ان شاء الله اقدر ارجع اوروبا تاني واشرفكم ومفيش اي مشاكل، ومش عايز حد يزعل مني في مصر ولا حد يزعل. دي الحاجه الاولى. في حاجه تانية؟ لا كده كويس كده كويس عشان الناس بتسمع بقى، فكده وضحت كل حاجه الصراحه. تمام يعني. انا بشكرك كهربا، واهم حاجه الفتره الجايه ما تقعدش، لازم تتمرن مع فرقتك ام بي وتزود كمان عشان مستواك ما ينزلش، عشان العروض اللي جايه لك ان شاء الله تكون يعني بشكل مميز جاهز باذن الله. وبالتوفيق يا كهربا يعني شرفتنا النهارده. ربنا يخليك طبعا، انا مبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده، والشاكه طبعا الشاكه غيرتك علينا خلاص والله يعني الله يرحمه طبعا. الله يرحمه طبعا كابتن، يعني الله يرحمه ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. تمام بشكرك كهربا وشرفتنا، بشكر كل طاقم العمل اسلام صادق رئيس التحرير، محمد بيوم مخرجنا، وكل فريق الاعداد والاخراج والانتاج. بكره ان شاء الله حلقه جديده مع كره كل يوم، والساعه 4 باذن الله مباراه الاهلي ومصر المقصه في الاستوديو التحليلي مع كابتن وليد صلاح الدين والكابتن أحمد بلال. تصبحوا على خير.